سؤال من أخت فاضلة بتقول: أنا عندي ولد في عمر 15 عام وبنت في عمر 12 سنة، ولكني محتاجة أعرف إزاي أربيهم على إنهم ما يصاحبوش بنات ولا صبيان، على الرغم من صعوبة الأمر مع وجود تليفونات معاهم. والله أنا بدأت أسحب التليفونات منهم كتير بسبب إني لاحظت إن ابني بدأ يصاحب بنات، وبنتي كمان بدأت تكلم زميلها وهكذا. الأسرة هي الحصن المنيع الأول اللي بيتربى وبينشأ فيه الأولاد. الوالدان الأب والأم هم اللي عليهم المعول، بل عليهم معول كبير جدا في صلاح أولادهم والحفاظ عليهم ووقايتهم من الانحرافات اللي ممكن تكون موجودة، وإن هم كمان بيحفظوهم بالتربية والتوجيه والاحتضان من الضياع. الشرع الشريف أوجب على الآباء والأمهات رعاية الأبناء، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. كما حس الشرع الحنيف الأب والأم على إنهم من الأول يغرسوا في الأبناء محاسن الأخلاق، وأكتر حاجة يقدر يهديها الوالدين للأبناء هي غرس الأخلاق. ورد ده في السنن إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. نحل هنا يعني ما وهبه، الوهب العطاء، يعني ما أعطاه عطاء حسنا ذلك الذي ربى أولاده على الأخلاق وما المكارم الأخلاق. يعني تربية الأبناء على الآداب الحسنة والتقاليد الطيبة خير لهؤلاء الأبناء في الحال والمآل من العطايا المادية اللي ناس كتيرة جدا كل حرصها تغير لأولادها الموبايل، تلبسهم معرفش اللبس الفلاني، تجيب لهم كذا. قال لك أعظم حاجة تديها لأولادك هي التربية الحسنة. وعشان الإنسان يتوفق للتربية الحسنة لابد أن يطب مطعمه ومشربه. الواحد يراعي ربنا في الحلال عشان الذرية دي يبقى محفوفة برعاية الله وحفظه. واجب الأسرة تجاه أولادها الرعاية التربية، وده مهم وضروري من الناحية الشرعية وبرضه من الناحية الاجتماعية، خاصة مع اللي بيتعرض له الأولاد في مرحلة المراهقة من التأثر السلبي. بنجد كده تغير في الأخلاق بتاعتهم، في عاداتهم، في تصرفاتهم، وبيبقى فيه خطأ. فأنا في المرحلة دي بصوب الخطأ، أو بيشوفوا زمايلهم فبيقلدوهم، أو بيحصل نوع من التأثير والتأثر فيبتدي يعمل تصرفات لا تروق للأب لا تروق للأم. طيب أنا لازم أصاحب واحتضن وأوضح وأبقى سايبة شوية، مش خانقة الولاد عشان ما يحصلش انفلات زائد. يعني المسألة تبقى يعني لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر، يبقى الإنسان بين البنين. وده في الحقيقة بيستلزم جهد كبير جدا من الأباء والأمهات عشان يحموا أولادهم. وإحنا ممكن نلخص كده بعض النقاط أو نوجز إن بعض النقاط المهمة اللي هي دور بيظهر من خلالها دور وخطورة دور الآباء والأمهات في التعامل مع الولاد عشان يقدروا يتفادوا المخاطر اللي هي بتكون موجودة في المجتمع. زي إيه؟ إن يكون الأب والأم على قدر عالي من الأخلاق والسلوك الحسن عشان يكونوا قدوة حية حسنة نابضة قدام ولادهم. ما ينفعش النهاردة أنا بنهى عن خلق وأنا بعمله وهو شايفني أن أنا بعمله، فأنا كقدوة قدامه قعد، فأي حاجة حوجهه إليها هو مش هيقبلها مني. ما ينفعش أن أنا أتفوه بأفظع العبارات وبعدين أقول له لا ما تقولش كذا ما تعملش كذا. لازم أكون أنا أول ممتثل
ومطبق لطيب الأخلاق، عشان لما أنا أمره بيها هو شايفني إن أنا حاجة قدامه كبيرة، لأنه ما بيشوفش مني مثل هذه التجاوزات وغيرها كتير جدا. فلابد إن احنا ننتبه جدا في الطرائق بتاعتنا، في طريقة تعاملنا مع أولادنا، في التوجيهات اللي بنوجه أولادنا إليها، إن احنا كمان نكون أول حد بيعمل بيها. من النقط المهمة جدا اللي بنوصي بيها الآباء والأمهات التربية والتنشئة الصالحة على مبادئ الدين وتعاليمه. طبيعي إن ولادنا هيخشوا في مجتمعات، والمجتمعات وبالذات في مجتمعات معينة بيكون فيها قدر من الانفتاح بصورة ربما يكون فيها بعض التجاوزات التي لا نقبلها من جهة الشرع أو من جهة العرف، لكن أنا بحصن الولاد من الأول بالتربية الحسنة، حتى لو جنح شوية هيرجع تاني بنصيحة، بكلمة، بمتابعة، بالدعاء، بالإطعام الصالح. أنا ما بأكلش ولادي حرام، دي مهمة جدا. الابن بينشأ على، أو الولد يعني الذكر والأنثى بينشأ ويتربى ويترعرع على ما يغرسه فيه أبوه وأمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعهد الأطفال بالتربية، يعني كان عنده اهتمام شديد جدا بتربية الأطفال وغرس القيم الطيبة الحسنة في نفوسهم. فإذا شفنا في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما فبيقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكان هو غلام صغير، فقال صلى الله عليه وسلم بيكلمه: يا غلام إني أعلمك كلمات. وخلي بالك إن الكلمات اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيقولها حاجة يعني من جهة المعنى تقيلة، لكن هو غرس البذرة وهي هتطرح. قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وجهه ابن عباس وهو صغير، هو صغير في السن لكنه كلمات عظيمة بمعاني جليلة، لكن وجهوا إلى هذا العلم العظيم، لأن هذا العلم فيه تربية لأخلاق إنه دايما لا يغيب عنه أن الله سبحانه وتعالى معه يراه، وإنه دايما يستعين بالله، وإنه لا ييأس أبدا، وإنه يسعى في الأخذ بالأسباب. دي معاني كبيرة، لكن النبي كان عنده حرص على توجيه النشأ الصغير إليها، ودي قدوة لينا إن أي غلط نشوفه من أولادنا، أي شيء مش مظبوط أو مترقبين إنه ممكن يحصل، إني أوجه. فلازم أصاحب ولادي وأخد ابني وبنتي وأقول إن في حدود للعلاقات بين الأولاد وبين البنات، هيبقى لك زميلات، هيبقى لك زملاء. طريقة التعامل مش بنقول إن ما فيش تعامل، لا، في تعامل، في لقاء النساء الرجال، في لقاء موجود، لكن له ضوابط. إيه الضوابط دي؟ أبتدي أعلم ولادي ضوابط لقاء النساء الرجال، وإنه ضروري جدا نفهم هذه الضوابط عشان المجتمعات دي تبقى مجتمعات سليمة قائمة على توجيهات الشرع الحنيف. ومش معناها إن أنا عايش منعزل مطلقا، جاءت أداب غض البصر، أداب الزي الشرعي، غيرها من الأداب، عشان إحنا مجتمع فيه لقاء، هتقابل زميلها في المدرسة ويقابل زميلته، هيقابل زميلها في العمل وتقابل زميلها في العمل، فحط ضوابط في الشكل وضوابط في الهيئة وضوابط في طريقة الكلام وضوابط في اللقاء، لأن إحنا مجتمع إنساني يموج بالحركة، يحفظ بالآداب والأحكام. ده ضروري وأنا بتكلم مع أولادي، ولازم أبقى عندي صبر، لأن مش أول ما هقول الكلام هيتنفذ. في مجتمع ضاغط بثقافات وأفكار كتير منها لا نرضاها، وقليل منها موائمة للشرع الشريف والعرف الصالح، فبالتالي لازم أبقى نفسي طويل وعندي صبر وأقول بأكتر من أسلوب وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. كمان من النقط المهمة إنه يحرص الأبوان على إن هم يزرعوا في أولادهم، زي ما قلنا يعني مسألة محاسن الأخلاق اللي احنا ذكرنا وجبنا موقف حصل مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلم ابن عباس وبيوجهه. كمان مهم جدا انه لما اشوف ان هما بيرتكبوا اشياء محرمة او مكروهة
أو ممنوعة أو مجافية للذوق والآداب والأخلاق العامة، إن أنا أبتدي أوجه لده حتى من هم صغيرين. أيوة حتى من هم صغيرين أعلمه أداب الاستئذان عشان يحفظ بصره، أعلمه إنه ينفعش يدخل على الناس دول استئذان، أعلمه ينفعش يدخل على غرفة أبيه وأمي أو أخته أو أخوها كذا إنما يطرق ويستأذن. كل الأداب دي بتعمل نوع من الوقاية بتيجي طبيعية لما يكبر، إنه عارف إن في خصوصيات وإن في حدود وإنها لازم تراعى. شوف ربنا سبحانه وتعالى معلمنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. العلماء قالوا إذا كان الأبوان يعني يصونان ولدهما عن نار الدنيا فالأولى أن يحفظاه عن نار الآخرة. فاللي أنت بتعمله أنت هتجده، صيانة الوالدين للأولاد بالتأديب والتهذيب والتربية على محاسن الأخلاق، وإن احنا نبعد ولادنا عن قرناء السوء ونكون احنا أصدقاء ليهم مع أصدقائهم، ما احناش بعاد عن المجتمع اللي هم قريبين منه واللي عايشين فيه. لازم كمان الأب والأم يبقى فيه كده بيتعهدوا أبنائهم بالرعاية الدائمة، مش إن أنا برمي النصيحة مرة وأمشي خلاص هو لازم فورا هيعملها، ده ممكن النصيحة الألف هي اللي تؤتي ثمرة، فلازم نفسي طويل يكون نصحي دائم والتوجيه والتعديل للسلوك مستمر، عشان هي دي التربية وده مجهود وجهاد الإنسان بيتعب فيه، عشان ده هيجعل لكم مع أولادكم برضو اتصال دائم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغار ومعني بتأديب الصغار وتأديبهم بلطف ولين، زي ما هو وارد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من سيدنا الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدق، ودي ما ينفعش لا النبي ولا آل بيتي يأكلوا منها، وجعل الحسن بن علي التمرة دي في فمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كخ كخ، الكلمة اللي احنا بنقولها يعني طلعها اطردها اطرحها خارج فمك عشان يطردها اللي يطرحها خارج فمه، ثم قال له: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ فكان بيوجه النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة الأظفار. مش نفتكر التربية لما الأولاد يكبروا، مش معنى كده إنه لو أنا قصرت أكمل تقصير، لا، بس بننبه من الأول، نبدأ من بدري، نبدأ من بدري. البيت أخطر مؤسسة بتؤثر في نفوس الأطفال اللي بعد كده هيكونوا كبار. من النقاط المهمة إنه نشغل أوقات ولادنا، يعني إنه يشغل الآباء والأمهات أوقات فراغ الولاد بكل ما هو مفيد. ليه؟ عشان ما نسيبش الفراغات دي حد تاني يدخل فيها بسوء، لأن الفراغ ده هيكون سبب في وقوع الكثير من المصايب، والنفس إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. كمان من النقط المهمة نساعد ولادنا على تخير الصحبة بتاعتهم، ودي مش هتكون وإحنا رامينهم كده بندي الفلوس ويلا هيروحوا النادي ولا هيروحوا يخرج مع فلان، لا، هقعد أتكلم جه من بره، طب أنت رايح تقابل مين، هتعملوا إيه، طب ده ينفع طب ده ما ينفعش، ولما يرجع أو لما ترجع أحكي وأتكلم معاها، مرة أنا أنزل مع بنتي مرة أنا أنزل مع ابني، ضروري إن أنا أتعب. أيوة لازم نتعب عشان نفهم المجتمعات اللي بيكونوا فيها والأفكار، ما هي المصائب الكبيرة بتبقى من أفكار أو من سلوك مش مظبوط أو تقليد لسلوك بيشوفوه في المجتمعات بتاعتهم. الصحبة والصداقة ليها تأثير كبير جدا على شخصية المرء، فمعونة الأباء والأمهات لأولادهم على اختيار من يصطحبون مهم جدا. وفي السنن وارد إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لو أنا ابني ماشي مع حد كويس الخير ده بيعدي والشر كمان بيعدي، فلازم أشوف مين الصحبة اللي معاه. وطبعا لا شك إنه ينبغي على الوالدين إن هم يصحبوا ولادهم، وبالذات في أوقات التغيرات في المراحل العمرية
وسن المراهقة بيبقى فيه اضطراب، في تحرك هرموني، في تغير في السلوك وفي العادات، في محاولة لإثبات الذات، عايزة اصطحاب. كل مرحلة عمرية ليها الطريقة اللي لازم نتعلمها، نقرأ ونجيب كتب في ده ونسأل متخصصين اللي ممكن يقدمونا التوجيهات الطيبة اللي تساعدنا ان احنا ناخد بإيدين ولادنا. ولما نقدم النصيحة لولادنا في الأعمار القلق دي اللي هي زي المراهقة، لازم تكون بحكمة، ولازم تكون برفق، ولازم تكون بلين، ولازم يكون معاها صبر ونفس طويل. ولا تنسوا الدعاء أبدا، ما تهملوش الدعاء، ما تهملوش الدعاء لولادكم في كل وقت. حتى القرآن علمنا كده، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، فيرزق الإنسان. وتسأل الله وفقني في تربية ذريتي، اجعلهم ذرية طيبة صالح، اجعلهم قرة عين لنا. يدعو الإنسان دعاء الوالد لولده مقبول، من الأدعية المقبولة إن شاء الله تعالى. وربنا يعيننا ويعين حضراتكم على إحسان تربية الأولاد، لأن هذه أمانات سنسأل عنها يوم القيامة.